دكتور احمد مهنا من مستشفى العوده تل الزعتر. يعني انا هنا امام باب المشفى واعلن للجميع ان المشفى توقف عن العمل بسبب نفاذ السولار، والان نحاول ان نرعى مرضانا من خلال الوسائل البديله مثل كشافات تم الصاقها على الاقسام وحوائط الاقسام وهي تعمل لفترة محدودة. الوضع مؤسف وحزين جدا، حيث أن المستشفى بكامل مرافقه معطل، فقط يعمل قسم كشك الولادة بطاقة بالأنوار أو الطاقة البديلة أو على البطاريات بالأحرى، وهذا يعني الأطباء يعملون بفوانيس مزودة ببطاريات على الرأس، وهذا أيضا حل مؤقت، ولكن نحن نعمل مع حالات بسيطة وحالات الولادة المستعجلة الطارئة. ولذلك أهيب بجميع المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تفعل شيئا حيال مستشفى العودة الذي توقف عن الخدمة تماما، ولدينا في المستشفى 50 مريضا يحتاجون لرعاية ومتابعة حثيثة، وجميعهم بين المتوسط والحرج، والحالات الموجودة في المستشفى 35 حالة هي إصابات في مختلف أنحاء الجسم، و15 حالة ولادة قيصرية وولادة طبيعية. ونحن الآن الطاقم يعمل بكل طاقاته حتى يوفر الرعاية الممكنة ضمن الإمكانيات المعدومة في مستشفى العودة. ونحن من داخل غرف عمليات مستشفى العودة، العمل مستمر ولكن بالإمكانات المتاحة والبدائية، حيث الطبيب يضع كشاف على رأسه ويحاول مساعدة المرضى ويجري عمليات بالبنج الموضعي والبنج النصفي، حيث لا يمكن إجراء عمليات بالبنج الكامل، حيث لا يوجد أجهزة تخدير تعمل بالطاقة وأجهزة مراقبة المرضى تعمل بالطاقة. فيتسنى لنا كأطباء تخدير أن نقيس العلامات الحيوية باليد ونجري العمليات تحت كشاف الرأس بالبطارية، وهذا كل ما نستطيع فعله في هذه المرحلة. ونتطلع للجميع أن ينظر بعين الإنسانية لهؤلاء المرضى ويزود مستشفى العودة بالسولار بأسرع وقت ممكن.